2198 هو عدد لسعات العقارب المسجلة إلى غاية 28 جوان في مختلف ولايات الوطن، مع تسجيل 4 وفيات بكل من بسكرة، ورقلة، البيض وغردايا. وللأسف تتسبب التقاليد المحلية بمضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. هذا الأشياء اللي راح تسبب لنا يعني وفيات، ومن الأطفال يديروا لهم عادات يعني قديمة، والحجر السوداء كاين اللي يديرهم يعني مبيدات الفليتوكس، وللأسف كاين اللي يدير مغازل البوطان، وكي يعني طول المصاب كيجي راح يموت ولا يطول تما كنجيبوه للمستشفى، وهنا لفاتت 3 ساعات ربع ساعات خلاص، ما نقول حتى المصل ما يقدر يدير حتى شيء. نقول لهم بلي في الساعات يعني العقارب اتصلوا بأقرب مركز صحي ممكن، وخاصة الجمعية يجمعوا العقارب لأنها تقلل من العدد تاعهم، وكذلك تربية الحيوانات الأليفة اللي عندها دور مهم، مثلا خاصة القط، الدجاج، القنفذ. هادو بالك نحن نشوفوا أشياء بسيطة، ولكنها يعني المفعول تاعها في الميدان مفعول يعني عنده نتيجات جد إيجابية. يهدف معهد باستور إلى توفير 85,000 جرعة من المصل المضاد للسعات العقارب، ولحد الساعة أنتج المعهد 65,000 جرعة توزع على مختلف الولايات حسب الاحتياجات. كاين 48,000 جرعة اليوم، وكاين يسلبيناهم، كاين يسلبيناهم، هذا لحقنا هكذا 65,000 دوك. إن شاء الله على جوي أوت لحقوا 45,000. الوقاية تبدأ مواد أفريل، هي تطلع ومن بعد في سبتمبر تبدأ تحبط، هي تطلع لفوق في جوية أوت. حنا دوكا 48,000 راهم عندنا مخزنة عندنا، هادو وجدنا روحنا باش جوية أوت يكون المصل هذا يكون متوفر بكمية معتبرة، بكمية لازمة. رغم توفر العلاج لا تزال الجزائر تسجل وفيات بسبب لدغات العقارب، والتحدي الأكبر هو السرعة في تلقي المصل لتفادي فقدان الحياة.